يسعد صباحكم عن جديد، ورح نروح دايركت لفقرتنا الأولى. أكيد فقرتنا الأولى يا ليا، لوين؟ فقرتنا الأولى من حلب وترميم السوق الأثري. أكيد خلينا نشوف مع بعض. لم يقف المجتمع السوري من أفراد ومؤسسات ومنظمات عاجزا أمام دمار الحرب، ليكون مشروع ترميم سوق الصقتية الأثري في مدينة حلب القديمة نموذجا سوريا رائدا لإعادة الأعمار بخبرات علمية وتشاركية فريدة بين مؤسسة الأغا خان للخدمات الثقافية في سوريا وجهات رسمية وخدمية وأهلية تمثلت بالأمانة السورية للتنمية. وأيضا ترميم السوق نال جائزة إكروم الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية. لحتى نحكي عن هالموضوع أكثر ولحتى نضوي عن هالسوق أكثر وعن الترميم وعن الجائزة أيضا، بإذن الله رحب بالسيدة رشا برهوم من الأمانة السورية للتنمية. صباح الخير رشا. أهلا، صباح النور. يسعد صباحك. هلا الله يحفظكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي عن السوق، سبب اختياركم وأهمية السوق. تمام. الأول شيء، نحن مثل ما بنعرف إنه حلب هي أقدم مدينة مأهولة بالعالم، حصلت على لوائح اليونسكو بال 1986. كلياتنا بنحب التراث الحلبي سواء كان مادي أو غير مادي. هلا مدينة حلب القديمة فيها 37 سوق. سوق السقطية هو السوق يعني بيوقع على الخط المستقيم بين باب أنطاكيا وسوق الزرب، فهو مثل شريان رئيسي لأسواق مدينة حلب القديمة. لحتى نختار السوق، كلياتنا بنعرف انه حلب تدمرت بال 2000، اسواق حلب تدمرت بين 2012 2013، فهالاسواق كان في جزء منها مدمر بشكل كامل، جزء متضرر بشكل وسطي، وجزء مدمر بشكل جزئي. تم وضع عدة معايير لاختيار سوق انه يكون هو مثل نموذج لباقي الاسواق، بيكون خطوة اولى. فسوق السقطية هو متضرر بشكل جزئي، هو موقع استراتيجي، ما بيستغرق وقت بإعادة الترميم، فلهيك تم اختيار هذا السوق. تمام. خلينا نحكي، يمكن أسواق حلب القديمة بتتميز بعراقتها، بقدم الحجارة، بقدم يعني وين ما اتجهتي في آثار موجودة عمر آلاف السنين. خلينا نحكي يمكن كيف رح نرمم هالشي. أكيد رح نفقد بعض من الممتلكات القديمة، ولكن كيف فينا نحن نرممها أو نعطي شيء نفس الروح يكون بنفس المنطقة؟ تمام. هلا بشكل عام يعني اكيد هي الحلب يعني او سوريا بشكل عام هي طائر فينيق، فهي دائما تعرضت للتدمير على اكثر من مره بخلال الاعوام او الحقب السابقه. اكيد ممكن ما يكون اعاده الترميم نفس ما كان السوق بالاخير، اعاده الترميم او نحن مخلينا نتفق على مصطلح هو اعاده احياء، لانه بالاخير هو في شقين للعمليه، في عندك الجانب المعماري واعاده التأهيل والجانب المعنوي. نحن كثير فقدنا بحلب القديمة الجانب المعنوي اللي هو التراث اللامادي، المجتمع المحلي، المحيط بالفضاءات الثقافية أو الموجود ضمن هالنسيج العمراني. فإعادة الإحياء أو إعادة الترميم ما رح تكون بشكل كامل، بالأخير نحن فقدنا جزء كبير، بس نحن بنحاول نوصل لمرحلة تكون كثير كثير بمعايير دولية بشكل كثير تقريبي من كيف كان السوق قبل الحرب. يعني أكيد عم بحسدوا هلا السوريين بإعادة الأعمار من أول وجديد، ثمار العمل والجهد. خلينا نحكي عن دور الأمانة السورية للتنمية بإعادة الترميم، وشو هو دوركم هلا اليوم؟ شو لامستوا نتائج؟ تمام. هلا بشكل عام سوق السقطية او اعادة تأهيل سوق السقطية كان هو مشروع اتفاقية مشتركة بين عدة جهات رسمية متمثلة بمحافظة حلب، جهات اهلية متمثلة بالامان السوري للتنمية، ومديرية الاثار والمتاحف هي جهة اثرية معنية، مؤسسة الاغا خان كجهة دولية. فالدور الأماني كان أكثر شيء بيتركز على الجانب المجتمعي والاقتصادي، فكان بأكثر من مرحلة. المرحلة الأولى كان في اجتماع مع التجار بحضور الشركاء لحتى نخبرهم كيف رح يتم إعادة الترميم، شو هي التغييرات اللي بدها تطرأ على السوق، إنه كيف رح يكون الموضوع. بعد هيك تم اختيار لجنة من هالتجار اللي هن في 53 محل بسوق السقطية، تم اختيار لجنة من هالتجار لحتى
حتى تنقل تحدياتهم، المشاكل اللي عم يعانوا منها للأماني والشركاء. فأحد هاي المشاكل كان سرقة المحلات، لهيك نحن بالأماني حاولنا نجيب لهم مستلزمات أولية للمحلات. بعدين اتجهنا لشيء تاني، اللي هو وقت اللي بلشت عملية إعادة الترميم، في بعض التجار ما كان بتساعدهم ظروفهم المادية إنهم يرمموا، فكمان نحن شو صار، رممنا حوالي 13 محل من أصل 53 للتجار اللي كانت حالتهم المادية ما بتساعدهم. طبعا نحن هم لازم نشير أنه السيد الرئيس قدم منحة لكل تاجر بسوق السقطية، لحتى هاي المنحة كانت كافية أنه يا أما ترمم له المحل يا أما يشتري له معدات. كمان كان في مشكلة عم يعانوا منها التجار، هي ضياع أو سرقة الثبوتيات. فنحن كمان اشتغلنا معهم بالمصالح العقارية، تمام، ثبوتيات الشخصية وأوراق الملكية للمحلات، يعني ثبوتيات عقارية. فنحن كنا عم نشتغل معهم لحتى نجيب لهم أوراقهم الثبوتية. وطبعا هذا الشيء كمان كان بتعاون مع الشركاء اللي هن ضمن الاتفاقية. محافظة حلب كمان كانت مشكورة، كانت عم تتابع متمثل بالسيد المحافظ كل هاي القصص، يعني انه دائما مع مديرية الكهرباء، مع المياه، مع الصرف الصحي، مشان ترميم البنية التحتية. الآغا خان كانت عم تشتغل على الترميم المعماري، ونحن كنا عم نشتغل على الجانب المجتمعي، ومديرية الآثار كانت عم تتابع بالمعايير الأثرية. طبعا تمام، يعني وكمان شفنا من الأسبوع الماضي أو اللي قبله، تمام، كان في معرض بالتكية السليمانية، شارك فيه تجار حلبية، هنن كانوا مثال لكتير ناس. مزبوط. كيف رجعوا من جديد عيشوا الصنعة تبعهم بأسعار رخيصة بتناسب كل الناس وبجودة عالية جدا، مثل ما معروف من أهالي حلب. تحب تضيفي تماما؟ هلا هي يعني هي بظن هي الفكره الاهم، انه نحن مع اعاده الترميم المعماري دائما لازم نشتغل على الجانب المعنوي. تمام. يعني هدول المجتمع اللي فقد جزء كثير كبير من سواء كان الاهاليون او سواء كان الجزء اللي تهجر او الحاله الماديه، فنحن لما عم نساعدهم لحتى هن يظهروا بشكل كثير او يكونوا بشكل كثير منيح، يعني يرجعوا يفتحوا محلاتهم، يرجعوا يعيشوا بالسوق، يمشوا بالسوق، فانت رجعتي بثيتي الروح والنبض للمدينه القديمه. اكيد. خلينا نحكي عن الجائزه واهميه الجائزه اليوم برايك. اكيد الف مبروك، يعني شيء بيفرح القلب. طبعا هلا هي الجائزه بهذا الوقت بظل الحرب اللي عم نتعرض لها، الحرب الثقافيه اكثر ما انها الحرب السياسيه، فهي مثل اعتراف، بمثابه اعتراف دولي او خارجي بقدرتنا كسوريين لنحافظ على تراثنا، بقدرتنا بضمن الخبرات المحليه والامكانات اللي موجوده عنا، انه نرجع نرمم اللي تبقى من تراثنا الثقافي، او نرمم الاثار، التراث الثقافي اللي تهدم، وبمعايير دوليه وعالميه. فبس كمان نحن نرجع منقول الجائزة الأكبر إنه نحن رجعنا التجار لمحلاتهم. أكيد. رجعنا لهم حياتهم الاقتصادية، حياتهم الاجتماعية، رجعنا أهالي حلب للمدينة القديمة، لأنه بالأخير المجتمع المحلي الموجود أو المحيط بالفضاءات الثقافية هو جزء ما بيتجزأ منه. رجعتوا أمل كبير لكل الأشخاص، يعني أمل إنه كل شيء حيرجع. تماما. إعادة الأعمار حيمشي حاله بشكل مثل ما عم بيحكوا على السوق، ما عم بيترمم مثل قبل، عم بيترمم بطرق حديثة بشكل أجمل، مخدم أكثر، مو بطريقة صح كمان. تمام. هلا هي الفكرة الحلوة اللي هي العمل الحكومي مع العمل المجتمعي. تمام. يعني هي بادرة كتير جميلة، لنحن مثلا التعاون بين الجهات الرسمية والجهات غير الرسمية عملت والمجتمع المحلي، فهي كانت نتيجة سوق السقطية المجاور لسوق السقطية. نحن عم نشوف سوق خان الحرير عم يترمم حاليا. تمام. ومشاريع لاحقة، فهي كتير حلوة بتورجي التعاون انه دائما بين الجهات الرسميه وغير الرسميه والمجتمع المحلي بينتج شيء كثير جميل ورائع. تمام. نحن يعني دائما بنشوف اوراق او بنسمع حكي، ولكن التنفيذ اليوم هو ملموس، صار على ارض الواقع. طبعاً. اكيد بهمه فريقكم وبهمه وتعاون التجار الحلبيه، اكيد بدنا نوجه لهم تحيه كثير كبيره. ولكن خلينا نعرف، يمكن هالامل اللي زرعتوه اللي حصدتوه بفتره قليله، قديش في امل انه كمان نبلش بباقي الاسواق ونرمم باقي التجار، باقي العالم يلي هي يمكن
فقدت الأمل أنه ترجع تحيا من جديد. هلأ هذا الشيء بيرجعنا للاجتماع الأول مع التجار، وقت ما اجتمعنا معهم فإنه ما كان يعني ما كانوا أبدا متقبلين الفكرة أو ما كانوا مصدقين، يعني إنه بالأخير أنتوا عم توعدونا إنه أنتوا رح تخلصوا ترميم بسنة ونص، يعني كان المشروع بنهاية 2017 ب 2019 خلص، إنه أنتوا رح ترجعوا رح تعملوا بنية تحتية رح تزيلوا تعديات، إنه إيه نحن قادرين، في تعاون بين يعني المحافظة كتير عم تساعد، الموجودة جهة دولية مثل آغا خان بالخبراء، الأمانة عم تشتغل معكم على الأرض وأنتم بتعرفوا عملنا. فكانوا أول شيء متخوفين لما شافوا الشغل، لما افتتح سوق السقطية، فصرنا نشوف أنه المجتمع المحلي هو عم يجي لعنا عم يقلنا أنه نحن رح نشارك، نحن بنتمنى، نحن بدنا أنه نرجع حلب القديمة مثل ما كانت. عم نشوف كتير تجارب لمجموعة من المهندسين كتير حلوة على بمجال إعادة الترميم. يعني أكيد بفترة زمنية كتير قصيرة عملتوا إنجاز كتير كبير. تمام. وألف مبروك الجائزة عن جديد. الله يبارك فيكم. وأكيد نشوفك بحلقات قادمة وإعادة أعمال إن شاء الله لك. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. الهوية الثقافية هي متجذرة فينا والحفاظ عليها هو واجب لكل السوريين، مشان نحن نحفظ لأولادنا ولأحفادنا تراثنا وعراقتنا. 100% وأكيد بدنا نقول تحييتنا لكتير كبيرة لكل الفريق يلي اشتغل تعب سهر الليالي ولكل الشركاء يلي كانوا كان لهم إيد بزرع الأمل وإعادة حياة لمدينة كلها حياة ولناس مليئين بالحياة. أكيد التحية للشركاء والتحية للمجتمع المحلي بحلب. أكيد. شكرا كتير لك رشا.